استاذ ساره حسن. استاذه ساره حسن، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا ساره. ايه رايك في اللي احنا بنقوله ده؟ عندك مشكله؟ هو انا رافضه طبعا فكره مبدا الحماوات ده خالص، لان انا عن تجربه شخصيه يعني كانت مشكلتي مع حمايه وما زالت. حماكي؟ ايوه. ايه الحكايه؟ هو ايه حكايه الرجاله الحماوات يعني الحماس الحماس ست؟ ماشي، لكن الراجل احكي لي طب تجربتك يا حبيبتي. هو انا متجوزه بقالي 3 سنين، وحماتي اتوفت بعد ما اتجوزت بسنه. الله يرحمه. وطبعا جوزي واحد مامته وبابا. تمام. بعد الجواز ولما حماتي توفت، جوزي اقترح ان هو يجيب حماية يعيش معانا. ابتدت بعدها بشوية ان الاقي منه نظرات غريبة. حاولت ان انا اتكلم مع جوزي بس ما كنتش عارفة اتكلم معاه ازاي، فاتكلمت مع مامتي. مامتي اتكلمت معايا، اتهجم على ماما وزعق معايا وعمل مشاكل كتير جدا، وقال لها انتوا كده بتشتغلوا شغل الحماوات وانا بابا. لا ثانيه واحده ثانيه واحده، انا اسفه يعني، انت بتقولي حماكي كان عندك، عشان بس ما افهمش غلط او حد من المشاهدين دماغه تروح لبعيد يعني. ايوه. جه عاش معانا في البيت. جه عاش معاك في البيت يعني ايه؟ نظراته كان بيحتقرك مثلا؟ كان لا 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 لا، نظرات مش حوالي. يعني انا اللي فهمته مظبوط؟ اه بالظبط. نظرات غير سويه؟ بالظبط. تكملي يا بنتي. وانا حاليا لسه ما مش عارفه اخد قرار ان انا اتطلق ولا اكمل حياتي. هو رفض ان بابا يعيش في شقته واروح اعمل له طلباته وهو معايا ونروح بيتنا، يعني يوم في الاسبوع اظبط له دنيته. هو رافض ده تمام. طب عداكي العيب يعني؟ انت عايزه تروحي كمان تخدمي هذا هو راجل يعني؟ اصل هو مش معقوله يعني، انا مش مصدقه بصراحه، انا مش مصدقه يعني. ده اللي حصل. ما انا حبيبتي مصدق يعني، انا اسفه انا مصدقاكي بس قصدي مش مستوعبه الموقف يعني. طب يعني انا مش فاهمه برضه، جوزك هل انت قلتي لجوزك؟ مش مصدق ومش مقتنع. قلتي له؟ قلتي لجوزك يعني؟ ماما قالت. طب لا، ما يقعدش معاكي في البيت، انا اسف يعني. ما هو رافض، يبقى الحل كده ان انا اتطلق. انا حاليا مش عارفه اعمل ايه. لا اتطلقي. اصل انت جوزك اكيد بيشتغل. يعني بيسيبك في البيت لوحدك. ايوه. لا يا فندم اتطلقي. لا لو لو لا لا يعني. طب هقول لك، انا مش عارفه اقول لك تثبتي ازاي يعني، مش عارفه. ما اكيد مش عارفه اصوره له وهو بيبص لي. لا 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 طب يعني، طب ما يمكن انت يعني مش عارفه اقول ايه يعني، يمكن انت مش يعني. لا انا كده بقالي سنتين في نفس الحوار ده. ايوه يعني يعني يمكن البصات دي انت مترجماها غلط يعني. لا بالعكس، يعني حتى ماما من قبل ما تعرف كانت بتقول لي في نظرات غريبه انا بحسها من حماكي. بس طب هو الراجل ده ما يتجوزش ليه طيب؟ واخدين بعض عن حب. لا يا بنتي، مش الحما حماكي ما تخلي ابنه يجوزه. هو رافض يعني، في حاجه بعد مامته، وكمان حمايه سنه كبير يعني. يعني الولد رافض ان بابا يتجوز علشان ذكرى والدته يعني؟ بالظبط. وعادي لما تقولي له ان في نظرات مش لطيفه هو متقبلها عادي، او مش مصدقك، او مش مقتنع ومش مصدق؟ لا مستحيل بابا يعمل كده. طب يعني انا مش فاهمه، انا مش فاهمه بصراحه يعني، انا مش عارفه اقول لك ايه يا بنتي. لا طب انت واجهتي حماكي مثلا او قلت له يا انكل ليه حضرتك بتبص لي كده او في ايه؟ ايوه قدامه مره قال لي هبص لك كده ازاي، انا قاعد بتفرج على التلفزيون. انا عملت لك حاجه؟ طب ما هو معلش انا اسفه يا بنتي، ما انا ما خلينيش برضو اجي. ما يمكن الراجل، انت بتهيألك يعني، طالما الراجل بتقولي سنتين، طالما ما تطولش اكتر من انه يبص يعني. ها؟ ما النظرات دي بدايه ايه يا استاذه نشوى؟ لا ما هو انا يعني انا مش عايزه برضو، انا مش بكذبك بس ممكن والنظرات بتزيد يعني، النظرات بتزيد مش اللي هو مره وخلاص. لا ربنا يهدي، انا مش عارفه اقول لك ايه بنتي، ربنا يهدي يعني. مش قادره ابقى يعني، مش عارفه مش يعني، الله يهدي وربنا معاكي يلا يعني.